ما يقبلها ما يبدو وقادي شوي 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 انا احسب الدو الشعب الشعب يتحل خلوا خلوا أحييكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من رفاك السلاح وفي جلسة على رصيف الحرب ألتقي فيها مع واحد من قادة الميدان الذين خاضوا غمار الحرب بكل شجاعة وبكل صلابة وتمكنوا من تمزيق الخرافة الكهنوتية ومن تحطيم الأحلام الفارسية. سأكون مع المقدم ناصر دحان أحد أبطال الجيش الوطني وأحد القادة الميدانيين. السلام عليكم. السلام. تحية لك المقدم ناصر دحان وأهلا بك في جلسة لنسمع منك عن أيام الكفاح المسلح عن سنوات الحرب. فأهلا وسهلا بك وأهلا وسهلا بك مشاهدينا الكرام. في البداية سنعود بك وبالأبطال إلى العام 2015 إلى مبتدأ الحرب ومطلع الحرب في صرواح لنسمع وليسمع المشاهدون ما تستحضره الذاكرة من تلك السنوات القاسية التي قرر أبطال قبيلة بني جبر أبطال صرواح في الأيام الأولى من الحرب بأن يتصدوا للمشروع الفارسي وأن يواجهوه مهما كان الثمن. فيما كانت الميليشيات الحوثية في أوج طيشانها إلا أنكم تصديتم وواجهتم وكررتم الحرب. فما الذي تتذكره من الأيام الأولى للحرب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أولا نشكركم على استضافتكم في البرنامج، ثانيا نحب أن نهدي تحايانا لقيادتنا السياسية والعسكرية ممثلة في المجلس الرئاسي على رأسهم الدكتور رشاد العليمي ونوابه والأخ وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري ورئيس هيئة الأركان الفريق الركن صغير بن عزيز وقائد المنطقة العسكرية الثالثة منصور ثوابه. ونتكلم عن معركة صرواح في عام 2015 عندما بدأ الحوثي بالزحف على محافظة مأرب، اختار ان يهاجم المحافظة عن طريق منطقة صرواح، وحشد العدو بكل ما يملك من قوات من قوة بشرية، وكان يمتلك أضخم ترسانة عسكرية عتاد الدولة يعني بيد الميليشيات. لكن قبائل جهم وبني جبر أبوا أن يسمحوا له بالعبور إلى محافظة مأرب محافظة التاريخ، قاموا بالتصدي له في نفس المديرية مديرية صرواح. يوم أول يوم المواجهة كان في 12/4/2015، كان متصدر المعركة ذلك اليوم الشيخ القائد أبو جهم أحمد بن علي الشلف قائد المقاومة كان قائد المعركة، وكان قائد اللواء 312 ذلك اليوم الفريق الركن عبد الرب الشدادي. 5 أيام كانت قد مرت على تعيينه قائدا للمنطقة العسكرية الثالثة، إلا أنه كان قبلها قائدا للواء. كان قائد للواء، وعندما بدأت المواجهة تم تكليفه قائد المنطقة العسكرية الثالثة. دارت معارك، أشرس معارك في المديرية صرواح داخل السوق، داخل وعلى السوق وعلى ومن الاتجاه الجنوبي للسوق. تلقى العدو يعني خسائر فادحة في المعدات وفي المقاتلين حقه، كانوا بالمئات كان يزج بهم، لكن كان يمتلك كان يهاجم بال
المدرعات وبالدبابات ويضرب بالهاونات. كان القبائل في تصدر المعركة، كانوا هم من قام بردعه في أبناء الأرض وأبناء المديرية. نعم، جهم وبني جبر قاموا قبائل المحافظة من نخلة، من مطارح نخلة بالفزعة في أول يوم. منهم الكثير من قبائل المحافظة كامل قاموا لنصرة أخوانهم بني جبر وجهم في صرواح. استشهد في ذلك اليوم، في أول يوم وثاني يوم من المعركة، الشيخ القائد صالح بالحط رحمة الله، والشيخ محمد بن علي الشليف، والشيخ صادق طعيمان، والشهيد الشيخ عبد الله بن علي الزايدي رحمهم الله. دقنوا العدو في تلك المعركة التي دارت في صرواح، يعني أكبر الخسائر تلقاها. لكن القبيلة دفعت الفاتور والثمن غاليا من خيرة رجالها ومن خيرة مشائخها، شهداء في الأيام الأولى للحرب. نعم، الكرامة أغلى من كل شيء. نخسر أي شيء نخسره إلا كرامتنا وأرضنا، ولا نأبى نسمح له بالعبور إلى المحافظة عبر بلادنا. صرواح كان يظن الميليشيات الحوثية بأنها ستكون معارك أيام معدودة أو ساعات معدودات وتحسم، لكنها تحولت إلى أودية جحيم. فطالت أيام صرواح لثمان سنوات ودمرت أجيال من وأفواج كثيرة من الميليشيات الحوثية. فما الذي تتذكره أنت من 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 تلك السنوات؟ ولا زلنا نركز الحديث عن السنة الأولى للحرب. أولاً أخي العزيز، لا نستطيع أن نذكر كل المواقف التي من خلال الثمان سنوات مرت بكثير من المعارك، لا نستطيع ذكرها في هذا الحلقة، ولا نستطيع حتى نتكلم عن موقف واحد من المواقف. حتى الشهداء الذي وقفوا كان لهم دور كبير في ردع الحوثي. بعد ما انتقلت المعركة من صرواح إلى الطلعة الحمراء، استمرت الجبهة في صرواح حوالي 15 يوم من داخل السوق وداخل داخل السوق من تاريخ 12/4/2015، ومن ثم انتقلت إلى الطلعة الحمراء ووجهة المشجح. استمرت المعارك ضارية وتثبتت الجبهة في تلك المنطقة، وكنا في إداة الراء، احنا والشهيد علي سمران رحمة الله عليه، والشهيد عبد الحميد دحان شقيقي، وهو شقيق رحمة الله عليه، وهو أحد الأبطال وأحد قادة المعارك في السنة الأولى من الحرب رحمهم الله جميع. جاءنا الخبر أن الحوثي قام بالنزول من صرواح إلى المقدرة. كنتم في إيداة الراء في خط الدفاع. نعم، خط الدفاع تشكل من إيداة الراء إلى الطلعة الحمراء. نعم، بجانب القبائل الذي كانوا سد منيع أمام الحوثي. تحركنا ذلك اليوم إلى المقدرة. جاءت لأنه نزل فجأة، ما حد قدامه في المخدرة. استحدث جبهة جديدة. استحدث جبهة من صرواح، نزل اتجه بطريق الجدعان، وتحركنا وجدنا ونزل بسلاح الثقيل، نزل باتجاه القرى. نعم، إلى أول قرى الجدعان، وجينا بغتة. يعني كسرناهم في ذلك اليوم، رديناهم إلى آخر المخدرة. كيف تلقيت الخبر؟ نحن نتكلم الآن عن نهاية شهر مايو، أعتقد شهر 26، لا أدري، 25/5/2015، حينما قامت الميليشيات الحوثية بمحاولة اجتياح الجدعان من جهة قرى آل سمران. فما الذي أريد التفاصيل؟ أريد هم أول تقهقروا في الطلعة الحمراء، وفي تلقوا ضربات يعني ما كانوا يتوقعوها. قاموا بفتح الجبهة هذه المخدرة، يخففوا الضغط على من هناك، ويحسبون هم بينزلون، يقولون الناس كلهم في إداة الراء وفي الطلعة الحمراء وأمام ماس أيضا. نعم، تحركنا بجانب الشهيد القائد علي سمران والشهيد عبد الحميد رحمهم الله،
ودارت معركة ذلك اليوم، وتلقى العدو يعني ضربة قاسمة، ترك معداته. ماذا تتذكر أنت من تفاصيل تلك المعركة؟ إلى أين وصلت أنت؟ القوة التي كانت أمامكم، قوة الحوثي، كان طبيعتها طبيعة المعركة، هذا ما أريد أن أسمع. أول ما وصلنا في المنطقة الحاني، قرية الحاني. أيوه الحاني، ووجدنا الحوثي قد حاول يريد أن يتمترس في داخل القرية. أيوه في أول قرية فوق بيت علي زمران، جينا ومعنا مدرعه وثنتين وبسلاحنا الشخصي، معدلات سلاح قبائل في ذلك اليوم، كان غياب شبه تام للجيش. كان الجيش في أيوة مرحلة التأسيس، ألوية الجيش في منطقة العبد في مرحلة التأسيس والبناء. نعم، وقمنا بطرده ذلك اليوم، واستشهد في ذلك اليوم عندما الشهيد محمد بن علي العرج الأجدعي، والشهيد الشيخ أحمد بن حسين غراب الجهمي رحمة الله عليه، وقمنا بطردهم إلى آخر المخدرة باتجاه صرواح. كم استمرت المعركة؟ في ذلك اليوم من قبل الظهر إلى حوالي المغرب، وبعدين حاول العدو تراجع من مشارف، تراجع كثير إلى عرق مرثد، داخل منطقة السرواح، وفز. جانا القبائل، جانا التعزيز من الجدعان، وجو من العقيل ومن مراد ومن عبيدهم كل مكان، تداعت القبائل من كل هكذا، كأن ما وجدت الجبهة تدخل سريع يعني، كان نعم. القبائل كلها والمطارح نخلة التي كانت، لأن احنا كنا في مطارح نخلة، وكان القبائل متعاهدين أنهم أين ما حاول الحوثيين يهجم أنهم واحد، ما حد يقولها هم عند الفلان، ولا أن حد يقول لا تدخلوا منطقتي أو من ذلك، لا، الناس صف واحد، والأحزاب كلهم يعني يد واحدة. وطردنا ذلك اليوم وثبتنا الجبهة، عملنا خطوط دفاع، وعندما رتبنا أمورنا قمنا بمهاجمته إلى جبل مرثد، طردناه من جبل المرثد. كانت الأمور صعبة، لكن المدد نطلعها يعني فوق الشباب، يطلعوا الماء ويطلعوا الأكل ويطلعوا جبال قاسية. نعم، مسافة شاسعة، أكثر من ساعتين، إلى يعني الواحد طالع رجل إلى الموقع في جبل المرثد. استمرت فترة، وبعدها فتحنا طريق وإحنا في مواقع مطلع على مديرية صرواح في جبل مرثد، وتثبتت الجبهة هناك فترة طويلة، وكانوا مشاركين معنا عندما بدأت تشكيل أول كتائب في ذلك اليوم، كتيبة من خولان بقيادة الشهيد أبو عمر رحمه الله، كانوا موجودين معنا ومسكوا مواقع معنا في جبل مرثد. والشهيد علي سمران كان معه قطاع القلب، واستمرت معارك، حاول العدو أن يهاجم مرات عديدة، كان يهاجم بالمدرعات بالعيارات يعني الثقيلة، احنا كنا نواجهه بالمعدلات بالأوالي ذلك اليوم، حتى مشاركة الطيران كانت خفيفة، في رغم انهم كانوا يعني ظاهرين امامنا بمعداتهم ومواقعهم، لكن كانت عزائم الابطال اقوى من اسلحتهم ومن عتادهم الذي يملكه. عندما كانت مستمره الجبهه في الطلعه الحمراء، واحنا كنا في المخدره، تثبتت المخدره، تثبتت، تماسكت الجبهه، ايوه، تثبتت خطوط دفاع، خطوط قوية، واستمرت الفترة، ونزلت الجبهة الطلعة الحمراء باتجاه الجفينة، وحدث اختراق جديد من قبل الميليشيات. نعم،
استمرت حوالي 4 أشهر، كانوا على مسافة قريبة من المجمع اللي هو النزول إلى الفاو وإلى وادي الجفينة. نعم. شاركت إذن في المعارك الجفينة؟ في ذاك اليوم إحنا كنا ماسكين مواقع في المخدرة، ومن ثم تم استدعاء الشهيد عبد الحميد من قبل قائد المنطقة ومن قبل اللواء الركن صالح العامري أركان حرب المنطقة رحمة الله عليهم جميع. وتم التقدم ذلك اليوم وكسر العدو، أول الانتصارات في ذلك يعني اليوم. يعني استدعيتم في معركة التحرير؟ نعم، أول يعني تحركوا الناس كلهم مع الشدادي ومع العامري إلى طلعة الحمراء. وصلنا هناك جينا لكن هناك تفاصيل، أنت تقول تحركوا، أريد عن التفاصيل التي حدثت. احنا اول مشاركة يعني لنا في هذه الجبهة بعد ما جينا من المخدرة بداية من طلعة الحمراء. جينا طلعة الحمراء وصلنا القوم قد تقدموا الى طلعة الحمراء، وجينا والشدادي موجود والعامري، وكانوا يقودوا القوم، وهم كانوا في المقدمة يقودوهم. وتحركت القبائل ومن معهم من الجيش من طلعة الحمراء في نفس الليلة. جينا حوالي العصر هناك، كانوا عاد بعض الحوثيين هاربين من اتجاه الفاو وعبر البلق الأوسط ينزلوا الزور، كانوا هاربين يعني رجل، تركوهم خلفهم وحصلنا معداتهم يعني بشكل ما تصور عند مدمرة، حصلنا الجثث حقهم في كل مكان متناثرة، تركوهم وهرب منهم. وتحركنا ذلك الليل من طلعة الحمراء إلى تجاوزنا كوفل حتى بداية منطقة السروح إلى المصنع. وتم توقيفنا من قبل الشدادي، قال انتظروا حتى نرتب أمورنا. حتى كانت جبهة المشجع على يميننا بالخلف، كان هناك خطر من التطويق. نعم، ما نريد أن ندخل، يتوغل أكثر حتى لا يقطع خط الإمداد. نعم، تثبتت الجبهة هناك والشدادي يرتب أموره ويرتب الصوف. وتم تكليفنا من قبل الشدادي في الميمنة، على ميمنة معسكر كوفل، مطلين على خط المشجع، مسكنا مواقع هناك. قال الشدادي انتوا امنونا على يميننا، كلف ابو عصام بمواقع هناك، وكانوا معها الكثير من بني جبر في تلك المواقع. حتى كان العدو يحاول، لما استمرنا في تثبيت المواقع كان يريد ان يهاجم هجوم معاكس. أيوة. مرتد صحيح، ودارت معارك ضارية، دارت معارك وهجومات متكررة من جميع جبهة كامل، حاول أن يستعيد قوته وكان يعود مكسور، ما حقق أي انتصارات. واستمرت الفترة طويلة، وتم التشاور بين الشدادي والفريق الركن المرحوم صالح العامري. في ذلك اليوم كانت الناس تحت مظلة المقاومة ببايل، وجاء 10/2015 أكتوبر. نعم. 2015 يعني يريدوا أن يدمجوا القبائل في الجيش. تكلف الشهيد المرحوم العامري وأسس كتيبة بني جبر في الجبهة، أسسهم، كانوا المقاتلين موجودين، أسس كتيبة بني جبر، كانوا كثير بني جبر. والانتقال من المرحلة المقاومة الشعبية والقبائل والفزعة إلى دمجهم كتائب ضمن وحدات عسكرية وضمن كتائب ووحدات الجيش الوطني وكان نعم. خطوة ضرورية لأن تنتقل المقاومة
إلى مرحلة الجيش الوطني والقتال كجيش وطني. صحيح، تم تشكيل كتيبة بني جبر وهي من نواة الجيش الوطني من أول الوحدات التي تأسست في ذلك اليوم في الجبهة. تأسست، تم تكليف القائد قيس صبر قائد الكتيبة والشهيد عبد الحميد أركان الكتيبة والشهيد محسن عواج صبر عمليات الكتيبة، تم تشكيلها وبقيت بجانب العامري فترة في جبهة هيلان والمشجع، وكلت إليها كثير من المهام وحققت انتصارات وموثقة انتصاراتهم يعني بتاريخها في جبهة هيلان، وكان لهم الفضل في كسر كثير من الهجومات وردع الحوثي والتقدم في نفس الوقت، كانوا يتقدموا وكانوا يركنوا عليهم القيادة على الكتيبة ومنه بجانبهم من بني جبر، لأن أغلب بني جبر إنهم كانوا واقفين في جانب الكتيبة، وتثبتت مواقع في جبهة ثم استمرت معارك صرواح وحدث نصر واحد ونصر اثنين، ووصلت القوات إلى وادي نوع واستشهد الشهيد عبد الحميد دحان. عندما تم استكمال يعني تشكيل الكتيبة وتواجد هم بشكل منظم تحت مظلة الجيش الوطني، أعد الشدادي المعركة نصر اثنين. كان يعني أكثر ما يركن من الرجال الذي يركن عليهم يعني من يعني الكتيبة، كان يشوفهم يعني من الذي نفذوا لها المهام ويركن عليهم في المهام الصعبة. استدعى الشهيد عبد الحميد وتكلموا عن معركة نصر اثنين، استطلعوا ونفذوا المهمة، كانت ناجحة لله الحمد، عن الميسرة حتى نزلوا وادي نوع، وتم تطهير حمة المطار والنزول مع وادي نوع إلى القرب من محطة حسن راشد ربيع إلى الخط الأزفلتي صنعاء الذي من سوق صرواح جهة صنعاء. انقطع الأزفلت ذاك اليوم، ما بقيت إلا يعني حاجة بسيط يعني من صرواح. ويوم 13/2016 استشهد الشهيد القائد أبو عصام رحمه الله، وكوكبة من الشهداء في ذلك اليوم من قادة ومن أفراد، وكانت معارك طاحنة، كان العدو مستميت على أن لا يخسر شيء من مواقعة في صرواح. وعندما استشهد الشهيد عبد الحميد جينا الشدادي ذلك اليوم، تكلمنا احنا وياه وكلمنا عن كيف كان يركن على الشهيد عبد الحميد في المهام، كان يعني يعتبره يده اليمنى، كان يكلف يعني وحدات في جهة ويكلف عبد الحميد مقابلهم في الجهة الثانية. فكان عبد الحميد دحان رحمة الله عليه هو رجل المهمات الصعبة ورجل المواقف القاسية، وكما ذكرت كان اليد اليمنى للشهيد القائد عبد الرب الشدادي، والذي اعتمد عليه في كثير من اللحظات الحاسمة والقاسية في معارك نصر اثنين. وكان في من ضمن القادة الذي ضمن معركة نصر اثنين كثير من القادة، منهم الشيخ صالح بن علي هذال، ومنهم أحمد الشليف أبو جهم، ومنهم الذياب القبلي، ومنهم العرادة، وكثير لأن نستطيع ذكر القيادة الموجودين ذلك اليوم، منهم الشيخ عبد الله القبيسي. وبعد 3 أيام من استشهاد أبو عصام
اليوم الثاني استشهد عمليات الكتيبة محسن العوج رحمه الله، ويوم 17 استشهد الشدادي في أجمعين في وقت المغرب، واستشهد الشيخ خالد مقري ربيع قائد مقاومة بني جبر، واستشهد مبخوت العرادة ذلك اليوم. خسرنا أغلب قيادتنا، كان مسك الجبهة ذلك اليوم العامري المرحوم العامري رحمة الله عليه، تحمل حمل الراية في تلك اللحظات القاسية. نعم، كان له الفضل بعد الله عز وجل في تثبيت الجبهة في ذلك اليوم، وكلفه القميري بقيادة المنطقة، وكان تثبتت جميع المواقع، لم يسقط أي موقع في وقتها. إذن رحمة الله على الشهداء الأبرار. وقبل أن نختم نكون مع الشاعر ناجي دحان، لا شك بأن تلك المعارك الطاحنة والمعارك الدامية والتي رحل الكثير من خيرة الشهداء والقادة شهداء أبرار في تلك المعارك، بأنه كان هناك قصائد رثاء وقصائد لتثبيت الجبهات. والله قلنا، ويقول بن دحان: قهري زايدي من جور قهري ما تهنيت الرقاد، قهري على الرأس الصليب الصامدي، يقدر حيله رجب أركان البلاد، راح الوصى ذا كنت أشوفه في مكانة والدي، وشاهد الله عن مقلوب العباد، راح الوصالح قوي الساعدي، يقد قضى معظم حياته في جهاد، رحل وراكم من عظيم مجاهدي، تاريخهم قد سجل حبر الامداد. يقول: يا قلب صبرك بعد فرقا قايدي، الصبر واجب في المهمات الشداد، حكم القدر وارد علينا واردي، ما غير صابه ذا يوقع بالجياد. يا قلب صبرك بعد فرقا قايدي، الصبر واجب في المصايب والشداد، يا الله سالك يا الكريم الواحدي، يا الكريم الواحدي ترحم عظامه وسكنه دار الرشاد، يسكن مع حمزة وعمرو وخالدي، وعند أبو وعند بن طالب وطارق بن زياد، وهد عياله للسبيل الراشدي، والصبر تلهمهم وتلهمنا البعاد. ساره يقول: سلمت على هذه الأبيات ورحمة الله على اللواء الركن صالح العامري الذي كان أركان حرب المنطقة العسكرية الثالثة في مبتدأ الحرب، ثم أركانا للسابعة، ثم أركانا للثالثة، ثم نائبا لرئيس هيئة العمليات، والذي كان ركنا من أركان الحرب ومن أركان البلاد، ومن الذين وكان سرا من أسرار الصمود لمأرب. ورحمة الله على كل الشهداء الأبرار. أشكرك المقدم ناصر دحان وناجي دحان، وأشكر كل المقاتلين الشجعان الذين كانوا معنا في هذه الجلسة على رصيف الحرب، وأشكركم مشاهدين الكرام. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الجلسة، في أمان الله.